دكتور ثابت، عايز اشوف وقفه نص الملعب النهارده، خط الوسط عمرو السوليه، امام عاشور، احمد نبيل، كوكا. انا النهارده شايف كان بيلعب بمروان عطيه واحمد نبيل كوكا، اثنين يعني مدافعين بشكل اكبر ومعاهم امام عاشور. النهارده عمرو السوليه هل عنده نواحي دفاعيه بشكل اكبر ولا نواحي هجوميه، خاصه ان احمد نبيل كوكا هو اللي هيكون رقم سته، هو اللي ساده النهارده. تشكيل الاهلي فيه مفاجآت في التشكيل، في ثلاث مفاجآت، اكبر مفاجأة هي اللي في وسط الملعب. ايه هي النهارده المفاجأة؟ بداية بعمرو السولية. النهارده عمرو السولية ما لعبش اساسي مع النادي الاهلي من يوم 4 يوليو. كان اخر ماتش لعبه كان قدام الداخلية اللي احنا كسبناه 4-1. ده الموسم القديم. من الموسم القديم، يعني بقى له 4 شهور. فالنهارده يبدأ بعمرو السولية. ممكن هقول لحضرتك فكر كولر ايه في الحتة دي. هو لما اتفرج على منتخب مصر لقى ان احمد نبيل كوكا في مركز 6 مع كابتن حسام حسن بيلعبها بشكل جيد جدا مكان مروان عطية. فبيعمل روتيشن ما بينهم. فالنهارده اتوقع ان احمد نبيل كوكا هو اللي هيبقى سته، هو اللي هيبقى قدام خالد عبد الفتاح وقدام رامي ربيعه، وعمرو السوليه هو اللي هيبقى 8، وامام بيلعب 10 دوره. فده دي خلط او شكل وسط الملعب النهارده. المفاجاه الثانيه اللي بشوفها وجود كهربا في التشكيل الاساسي النهارده. كلنا كنا متوقعين ان هو ممكن يبدا بطاهر كراس حربه، بحيث ان هو طاهر اللي رجله في الملعب هو اللي بادئ، وبرده اعتمد عليه في مباراه سيراميكا في ماتش السوبر، فهو اللي واخد النهارده ان هو يبدا بكهربا ويصر على طاهر ناحيه اليمين وحسين الشحات ناحيه الشمال. دي بشوفها برده مفاجاه ثانيه. المفاجاه الثالثه ممكن وجود خالد عبد الفتاح على حساب ياسر ابراهيم، وده ممكن برده تفسيري ان بيحافظ على ياسر شويه لسه راجع، ان هو بيحب اللاعب ياخد مش عايز يستعجل عشان بيحب اللاعب ياخد 3 تمرينات.